الطوفان العظيم بدأ وانتهى، ولكن أين المكان الذي رست عليه سفينة نوح وبدأت منه الحياة من جديد وانتشر منه الناس إلى أنحاء الأرض؟ فالطوفان العظيم لم يكن لعذاب قوم نوح فحسب، بل كان إعادة تهيئة الأرض من جديد لتكون صالحة للعيش عليها بعد أن كانت تغمرها الثلوج. سوى ذلك المكان الذي عاش فيه آدم وذريته حتى عصر نوح، فالطوفان هيئ الأرض للعيش عليها والانتشار في مناكبها كما أخبر بذلك العلم الحديث. لغز مكان سفينة نوح هو أحد أكبر الألغاز الغامضة في تاريخ البشرية، حيث حاول العديد من العلماء والمؤرخين تحديد مكان تلك السفينة ولكن بدون جدوى. لنبدأ بالقصة من بدايتها. ذكر الطوفان العظيم في أكثر من حضارة ورواية عبر التاريخ. لنبدأ من عند قصة الطوفان السومرية وخاصة في ملحمة جلجامش. ففي 3 ديسمبر من عام 1872 ميلادي، أعلن سيدني سميث نجاحه في جمع القطع المتناثرة من ملحمة جلجامش بعضها إلى بعض مكتوبة في 12 لوحا ومحتوية على الطوفان في لوحها 11. وملخص القصة أنه كان هناك رجل يسمى أوتنابشتم، أمرته الآلهة بأن يبني سفينة وأن يضع الأملاك، وأنه احتمل على ظهر السفينة بذور كل شيء حي، والسفينة التي بناها سيكون عرضها مثل طولها، وأنه نزل مطر مدرار، ثم استوت السفينة على جبل نصير أو نيزير، وهو جبل بين دجلة والزاب الأسفل. ولكن أشياء تجعل قصة ملحمة جلجامش متناقضة ومختلفة عن قصة نوح المعروفة، قد تؤدي إلى الاستنتاج أن هذه الملحمة نفسها قد تكون مستوحاة من قصص أخرى سبقتها، وأن شخصية أوتنابشتم تختلف عن شخصية نوح الحقيقية رغم تطابق بعض الأشياء في القصتين البابلية والتوراتية وأهمها الطوفان نفسه. أما الاختلاف والتناقض فهو أن سفينة أوتنابشتم أصبحت فجأة تحت رحمة فيضان كبير جاء بشكل مفاجئ لينتهي بها المطاف في المياه المالحة، وهذا يعني أن التيار الشديد جرفها من نهر الفرات إلى بحر العرب. والتناقض هنا هو أن قصة الملحمة تذكر أن السفينة استقرت على جبل نصير، فإذا ثبتت هذه الرواية عن قصة الملحمة فإن هذا سيكون أمرا مستحيلا، لأن السفينة لا يمكنها أن تبحر ضد تيار جارف نحو المرتفعات، الشيء الذي يدل على أن القصة قد تكون هي نفسها مستوحاة من قصص أخرى سبقتها. أما في قصة بيروسوس ففي النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد، وعلى أيام الملك أنطوخيوس الأول ما بين 260 و280 قبل الميلاد، كان هناك أحد كهنة الإله رودوك البابلي ويدعى بيروسوس، قد كتب تاريخ بلاده باللغة اليونانية في 3 أجزاء وحوى الكتاب على قصة الطوفان، وتقول أنه كان يعيش ملك اسمه أكسيسودوس. هذا الملك يرى فيما يرى النائم أن الإله يحذره من طوفان يغمر الأرض ويهلك الحرث والنسل، فيأمره بأن يبني سفينة يأوي إليها عند الطوفان. فيبني هذا الملك سفينة طولها 100,000 ياردة وعرضها 440 ياردة، ويجمع فيها كل أقربائه وأصحابه، ويختزن فيها زادا من اللحم والشراب فضلا عن الكائنات الحية من الطيور وذات الأربع، ويغرق الطوفان الأرض وتستقر السفينة على جبل حيث ينزل وزوجته وابنته وقائد الدفة، ويسجد الملك لربه ويقدم القرابين. بينما تقول التوراة أن الله محى كل من على الأرض إلا نوح ومن كل حيوان غير نجس وسبعة أزواج من الطير، ومن كل حيوان زوجين، أزواج من الذكور والإناث ما لا يقل عن 43 من الثدييات المختلفة، و74 طائرا و10 زواحف، وأنه بعدها أمطر في اليوم السابع على الأرض مطر غطى أعلى جبل في الأرض، والمطر استمر لمدة 180 يوما، وأن المياه تعاظمت في اليوم 150، انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم وانفتحت طاقات السماء، واستمر الطوفان 40 يوما على الأرض.
واستقرت السفينة بعدها على جبل أرارات بعد أن أمر المطر بالتوقف وبدأ الماء يتناقص على الأرض. ووفقا للقصة التوراتية أيضا أوكلت هذه المهمة إلى نوح النبيل لإعادة إسكان الأرض من الصفر، وبالتالي انهاء الشر المتزايد للبشرية في تلك اللحظة التاريخية. وتكاثرت المياه وارتفع الفلك عن الأرض وتغطت المياه ومات كل جد كان يدب على الأرض من الناس والطيور والبهائم والوحوش، وبقي نوح والذين معه في الفلك حتى استقر على جبل أرارات. واستنادا إلى التوراة وسفر التكوين في العهد القديم من الكتاب المقدس، فإن نوح كان ابن لامك وكان يعتبر الجيل العاشر بعد آدم، وكان عمره 600 عام عندما أوكل الخالق له مهمة بناء السفينة، ومات بعد 350 عاما من الطوفان. وكان عمره عند الوفاة استنادا إلى التوراة 950 عاما. لنأتي للقصة الحقيقية وهي ما ذكره الله تعالى في كتابه العزيز، فقد بينت الآية 40 في القرآن من سورة هود أنها سفينة صنعها نوح بوحي الله تعالى، وأمره فيها بأن يحمل في السفينة من كل نوع من أنواع الحيوانات زوجين، ويحمل فيها أهل بيته إلا من سبق عليهم القول ممن لم يؤمن بالله كابنه وامرأته، ويحمل فيها من آمن معه من قومه ليهلك جميع من تبقى من المفسدين من قومه الذين كذبوا رسالته بطوفان العظيم. لقد ذكر نوح في عدة آيات قرآنية، والسورة التي ذكر فيها عدة مرات هي سورة هود في الآية 27 وواحد وخمسين. وقد أمر الله نوح أن يحمل بالسفينة كل من آمن معه وأهله إلا من كفر منهم، وقد أمره كذلك أن يحمل زوجين من كل ما توفر لديه من حيوانات وبهائم من أجل بناء حياة جديدة بعد الطوفان، ولا يقتضى الأمر أن يحمل زوجين من جميع الأجناس الموجودة على الأرض، خاصة إذا ثبت أن الطوفان لم يعم الأرض بأكملها، وأن السفينة لا تتسع لحمل هذه الأجناس كلها، وأن نوحا لم يكن مكلفا بأن يجوب العالم كله بحثا عن الأجناس، وقد ركبها المؤمنون ممن آمن بنوح والذين آمنوا بنوح طوال 950 عاما. فبحسب قول ابن عباس آمن من قوم نوح 80 إنسانا، وصعد أهله إلا امرأته التي كانت كافرة، وأحد أبنائه الذي قيل أنه كان يظهر الإيمان أمام والده ويخفي الكفر. وقد نادى نوح ابنه أن يركب معه فلم يجبه، وقال أنه سيأوي إلى منطقة عالية لا يصلها الماء، فحال بين نوح وابنه الماء وغرق بذلك ابنه كما ورد في القرآن الكريم. وقد جاء في وصف سفينة نوح في القرآن على أنها فلك، كما جاء وصف آخر لها بأنها فلك مشحون، وذلك للتعبير عن حمولتها الكبيرة. والفلك هو الشكل الوعائي، والفلك في معاجم اللغة هو الشكل المستدير المرتفع عن الأرض. فبالرغم من كونها سفينة لم يذكرها القرآن بلفظ سفينة إلا مرة واحدة في سورة العنكبوت، وكان التعبير الغالب والمفضل لها هو الفلك وبأنها سفينة. وقد سميت السفن بذلك لأنها تقشر وجه الماء، وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت مقدمة السفينة مدببة. وجاء وصفها كذلك بأنها جارية تعبيرا على جريانها فوق المياه، والجارية هي مفرد جواري كما جاء في سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، وأنها ذات ألواح ودسر، والألواح يقصد بها ألواح خشبية، حيث أن نوح قام ببناء السفينة من ألواح الأشجار، ويقال أيضا أن نوح كان نجارا. أما الدسر فهي مسامير السفن وشروطها التي تشد بها كما ورد في المعاجم اللغوية مثل لسان العرب وتاج العروس وحسب بعض المفسرين. ولكن البحارة العرب في القرون الوسطى استبدلوا الدسر المعدنية بحبال تربط أجزاء السفينة حتى يتسنى لراكبيها إصلاحها بكل سهولة، لكون المسامير المعدنية تصدأ بسهولة ويصعب جدا إصلاحها، خاصة إذا كانت السفينة مبحرة. ولذلك أصبحت الحبال التي وضعت بدل الدسر المعدنية تسمى كذلك دسرا، حتى ذهب بعض المفسرين إلى القول بأن دسر السفينة هي حبالها، وأنها ذات مسالك أو مساكن أو غرف حسب ما ورد في سورة المؤمنين.
فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. وقد بقيت السفينة لتكون آية للناس، ثم يذكر أنها لا تزال باقية كآية وذكر لكل مذكر، كما جاء في سورة العنكبوت: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، وقوله تعالى: ولقد تركناها آية فهل من مدكر، وقوله تعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وقد قال فيها قتادة: أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أوائل هذه الأمة. وقال الإمام المحدث أبو محمد عبد ابن حميد: ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ قال: أبقى الله سفينة نوح على الجودي حتى أدركها أوائل هذه الأمة. وقال قتادة: ألقى الله عز وجل السفينة في أرض الجزيرة عبرة وآية حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمة نظرا، وكم من سفينة كانت بعدها فصارت رمادة. وجاء في الدر المنثور للسيوطي، قال قتادة في تفسير الآية: وجعلناها آية للعالمين، قال: أبقاها الله آية فهي على الجودي. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله: لنجعلها لكم تذكرة، قال: لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكم من سفينة قد هلكت وأثرها قد ذهب، يعني ما بقي من السفينة حتى أدركته أمة محمد فرأوه كانت ألواحها على الجودي. ولكن السؤال الأهم: أين هي السفينة وهل تم اكتشاف مكانها؟ لقد حدد القرآن مكان رسوها على الجودي. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل: بعدا للقوم الظالمين. والجودي حسب ما ذكره أغلب المفسرين هو جبل يقع في ناحية الموصل، أي في اتجاه الموصل، ويقال كذلك بأنه موضع أو منطقة. ويقول أبو إسحاق الزجاج: هو جبل بآمد، وآمد هي أكبر وأشهر مدينة في جنوب شرق تركيا، وقد أطلق عليها العرب لاحقا اسم ديار بكر. وللعلم فإن هناك اختلافا على تحديد دقيق لموقع جبل الجودي، وتعددت الاجتهادات والآراء حول موقعه. فيقول الأصفهاني: إن جبل الجودي هو جبل في الجزيرة العربية، وهو أحد الجبلين الواقعين في منطقة قبيلة طي، وهي قبيلة كبيرة منتشرة في عدد من البلاد العربية، بينما هناك رأي مغاير يؤكد أن جبل الجودي ضمن سلسلة جبلية تسمى الجاردن، وتقع شمال شرق جزيرة ابن عمر الواقعة في شرق دجلة وعلى مقربة من الموصل. بينما ذكرت التوراة أن موضع استقرار سفينة نوح هو جبال أرارات، وهو جبل ماسيس الذي يقع في أرمنستان، بينما هناك رأي يقول إن جبل الجودي يقع في مدينة شرناق بتركيا. وكما أن هناك عدة مسميات أطلقت على جبل الجودي، فالجبل المعروف لدى العرب باسمه الوارد في القرآن الكريم الجودي، بينما يطلق الإيرانيون على الجبل اسم جبل نوح، والأتراك يطلقون عليه اسم جبل كرداق وتعني الجبل المنحدر، بينما الأكراد يطلقون عليه اسم جبل كاردو، واليونانيون يطلقون عليه اسم جوردي. وقد زعم العديدون اكتشافهم لموقع السفينة منذ العصور الوسطى، ويذكر أحد الرحال الإنجليز اعتقاد الأرمن بوجود السفينة على قمة جبل أرارات، وذلك بإرادة من الله من أجل حفظه. كما نقل مسؤولون إنجليز أن بعضا من زملائهم العثمانيون قد تمكنوا من اكتشاف موقع السفينة. وفي عام 1829 قام أستاذ الفلسفة في جامعة تارتو فريدريك باروت بتسلق جبل أرارات باحثا عن السفينة، واعتبر أول شخص في العصر الحديث يقوم بهذه المهمة. ولن يشاهد باروت السفينة، ولكنه قال: إن السفينة قد تكون مطمورة تحت طبقات الجليد في قمة الجبل. وتلاه على نفس المنوال المؤرخ والأستاذ في جامعة إكسفورد جيمس برايس. وفي عام 1876 وجد قطعة من الخشب في قمة الجبل، وكان برايس مقتنعا بأنها من بقايا السفينة. وفي عام 1902 ادعى شاب أرمني يدعى جورج هاكوبيان أنه تسلق جبل أرارات ورأى السفينة الأسطورية، لكنه توفي دون أن يتمكن من تحديد مكان العثور عليها على الخريطة. بعد سنوات ادعى ملازم في الجيش الروسي أنه التقط صورا للسفينة التوراتية، لكن الأدلة اختفت في ظروف غامضة.
وفي عام 1959 اكتشف المغامران الأمريكيان رون وايت وديفيد فاسولد آثار يحتمل أنها لسفينة نوح في شرق تركيا، وذلك بعد أن أشار فلاح كردي اسمه رشيد سرحان إلى وجود شيء غريب بدت ملامحه بارزة بعد حدوث زلزال هز المنطقة. ولقد نشرت صحيفة لايف ماجازين في عدد من سبتمبر من عام 1960 في الصفحة الثانية تحقيقا عن خبر اكتشاف سفينة نوح مع نشر بعض الصور. ولقد زار رون وايت موقع السفينة في عام 1977 وأكد أن موقع السفينة يرتفع حوالي 6300 قدم فوق سطح البحر وعلى بعد حوالي 200 ميل عن البحر، كما أكد الدكتور صالح بيركتاتون رئيس قسم الجيولوجيا في جامعة أتاتورك بتركيا بأن عمر السفينة يقدر بأكثر من 100,000 سنة، وهي الآن سفينة معترف بها من طرف الحكومة التركية معتبرة إياها كنزا وتراثا وطنيا. ولكن الجيولوجي جين جين لورانس يرى أن السفينة مجرد تكوين طبيعي حسب دراسة قام بها لعينات من الصخور وبعض الصور الفوتوغرافية للموقع، كما شاركه الرأي بعض مؤيدي نظرية خلق الأرض الفتية. وأكد الجيولوجي الأسترالي آيان بلايمر كذلك أن الموقع عبارة عن تكوين جغرافي طبيعي يعرف بالساين كلاين، كما غير فاسولد أحد الذين ساهموا في الاكتشاف قناعته بالموقع بعدما أثبتت الحفريات أنه مجرد تكوين طبيعي. واستمر الولع خلال السنوات الأخيرة بالبحث عن سفينة نوح، وانصب اهتمام مؤسسات علمية دولية ذات سمعة كبيرة في البحث والتنقيب بجانب علماء بارزين في البحث والتنقيب عن الآثار والجيولوجيين وجغرافيين وغيرهم من العلماء لمعرفة مكان السفينة. إذن السفينة لم يتم العثور عليها بشكل جازم حتى الآن لتكون آية وعبرة كما وردت في القرآن، وما زال البحث جاريا، والسؤال اللغز أين موقع السفينة؟